الأنباء. أتوجه للقدس الآن وزميلي عصام عكرمة. وعصام، تحياتي لك. أسألك عن سيناريو الرد القوي الذي يتوعد به بنيامين نتنياهو، حزب الله ولبنان. كما ذكرت توني، جاءت تصريحات نتنياهو أثناء زيارته لبلدة مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة. كان تعليقه حول الحادث الذي وقع قبل يومين، هو ذهب إلى هناك والتقى بوجهاء الطائفة الدرزية في هضبة الجولان. قبل ذلك كان بالأمس اجتماع للحكومة الإسرائيلية، المجلس الوزاري المصغر أو حكومة الأمن كما يطلق عليها. وفي هذا الاجتماع تم تكليف أو تفويض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت باتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة للرد على ما حدث السبت الماضي في هضبة الجولان، لكن لم يكشف عن فحوى هذه الخطوات التي قد تلجأ إليها إسرائيل. هناك يعني في الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن عدة سيناريوهات، منها ضربات في مواقع استراتيجية معينة أو ربما محاولات اغتيال لمسؤولين في حزب الله، لكن لم يتم الكشف عن نوعية الأهداف التي قد تستهدفها إسرائيل في الأراضي اللبنانية. تغطية يعني مكثفة لما قد يجري، لكن كما قلنا من الجانب الحكومة الإسرائيلية لا يوجد أي معلومات مفصلة. هناك مثلا حديث عن أن الجيش الإسرائيلي أتم استعداداته لأي عملية عسكرية وأنه بانتظار قرار القيادة السياسية. أيضا هناك الكثير من الحديث عن المشاورات والوساطات التي تدور وراء الكواليس واتصالات من دول غربية وإقليمية في محاولة احتواء الموقف ومنع المنطقة من الذهاب إلى حرب إقليمية واسعة كما تقول وسائل الإعلام هنا. لكن قد يكون من المبكر لأوانه يعني الحكم على ماهية هذه، يعني كيف ستسير الأمور خلال الأيام المقبلة. يجب التذكير في نقطة أخيرة، وهي أن في أثناء زيارة بنيامين نتنياهو لمجدل شمس كان هناك صيحات استنكار وتنديد به، وكان من بين الحضور من وصفه بالمجرم والقاتل ورفعت يافطات تطالبه بالرحيل عن مجدل شمس. من القدس زميلي عصام عكرماوي، شكرا جزيلا لك.